بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم. معكم مستر أحمد الباشا، وإن شاء الله نكمل مع بعض شرح منهج الساينس لي بريب 2. كنا بدأنا في الفيديوز اللي فاتت وشرحنا إن كان في 3 attempts للكلاسيفيكيشن أوف إليمنتس، 3 محاولات لترتيب العناصر، وكانت من المحاولات دي هي المندليفز بريودك تيبل وموزلي بريودك تيبل ومودرن بريودك تيبل. طيب، وبعدين اتكلمنا عن كل واحد طبعا فيهم بالتفصيل، بس احنا النهارده ان شاء الله هنتكلم اكتر واكتر على مودرن بريودك تيبل. الشكل اللي قدامنا ده هو مودرن بريودك تيبل، ومودرن بريودك تيبل زي ما احنا اتكلمنا قبل كده ان بيتكون من بيريودز اللي بالعرض ده اسمه بيريود، وبيتكون من جروبس اللي بالطول ده اسمه ايه؟ اسمه جروب. طيب، والنهارده هنفهم اكتر عن البريودك تيبل لان ده الدرس بتاعنا اصلا، وده الدروس اللي احنا ناخدها بعد كده ليسن 2 و 3 هنتكلم عن البريودك تيبل بشكل اكبر. طيب، خلينا نتكلم عن ديسكريبشن اوف مودرن بريودك تيبل. هنتكلم على وصف المودرن بريودك تيبل، وبنتكلم ان بريودك تيبل ده طبعا بيلم كل العناصر او بيلم كل الاليمنتس في تيبل واحد، وعلشان كده هنبتدي نتكلم على الاليمنتس دي بالتفصيل. The number of known elements in modern periodic table، عدد الاليمنتس اللي جوه المودرن بريودك تيبل كلها على بعضها 118 element. يعني التيبل اللي قدامك ده عدد الاليمنتس اللي فيه 118 كلهم على بعض 118. في من ال 118 دول 92 element موجود او abundant in earth crust، في الearth crust في سطح الارض، يعني موجودين بشكل طبيعي، والباقيين the rest، الباقيين منهم the rest are prepared artificially، بقية العناصر دي بتتحضر بشكل صناعي او احنا اللي بنقعد نعملها في الايه اللاب. طيب، يبقى انا عندي هنا number of known elements 118 وفي 92 في الearth crust. طيب، عاوزين بقى نبتدي نشتغل او نبتدي نفهم اكتر البريدكت تيبل. مبدئيا كده لو انا رحت وقفت على اي رو بالطول كده، او سوري اي كولوم بالطول، فاللي بالطول ده اسمه جروب. اسمه ايه؟ جروب. يعني اي عمود في البريودك تيبل اسمه جروب. جروب نمبر 1، الجروب نمبر 2، 3، 4، 5، 6 لحد ما توصل لجروب نمبر 18 اللي هو على اليمين خالص. ده الجروب نمبر ايه؟ نمبر 18. ماشي. يبقى the modern periodic table is consist of 18 group. 18 ايه؟ group. طيب، بيكون من كام period؟ احنا قلنا اللي بالعرض ده اللي هو كده بالشكل ده كده بالعرض ده اسمه period. يبقى في جروب وفي ايه؟ بيريود. اللي بالعرض ده كده الرو ده كده اسمه ايه؟ اسمه بيريود. فيبقى عندي كام بيريود بقى؟ عندي البيريود نمبر 1 وبيريود نمبر 2 و 3 و 4 و 5 ماشي و 6 و 7. يبقى انا عندي ايه بقى في البيريودك تيبل؟ ذا مودرن بيريودك تيبل كونسيست اوف، بيتكون من 7 هوريزونتال بيريودز. احنا قلنا اللي بالعرض ده اسمه بيريود، يبقى في كام بيريود؟ في 7، عشان الحاجات دي مهمه جدا بتيجي في الامتحان دايما. 7 هوريزونتال بيريودز، في 7. وكام فيرتيكال كولمز؟ كام جروب كده؟ الجروب اللي هو ايه؟ الكولم اللي هو بالطول اللي هو بالطول ده كده اسمه ايه؟ اسمه جروب. ماشي. في كام واحد بقى؟ في 18. يبقى اي هاف 7 هوريزونتال بيريودز اند 18 فيرتيكال جروبز. 7 horizontal periods and 18 vertical groups. طيب، الأهم من ده كله بقى ان البريودك تيبل اللي قدامك ده طبعا احنا عرفنا ان هو بيكون من groups وبيتكون من periods. طيب، الجروبس دي او البريودك تيبل اللي قدامك ده في حاجة اسمها بلوكس، بلوكات. البلوكس دول عددها 4 بلوكس، وكل بلوك شبه بعضه في الصفات. يعني انا لو جيت بصيت لي الشكل هنا هلاقي ان ايه؟ ان انا لو قسمت الجدول بناء على البلوكات هتلاقي ان التيبل بقى ليه 4 الوان. اول واحد اسمه اس، الاس بلوك،
وفي بي بلوك ودي بلوك واف بلوك. هقول تاني، البريودك تيبل هو متقسم جروبس وبريودز، بس الجزء اللي على الشمال ده الليفت سايد، ده الليفت سايد اللي على الناحيه الشمال دي اللي هو باللون الريد ده، ده اسمه اس بلوك. اسمه ايه؟ اسمه اس بلوك. واللي على اليمين ده اسمه بي بلوك. دي مجموعه كده، ايه مجموعه مع بعضها، يعني بيبقوا شبه بعض في صفات معينه. وفي مجموعه تانية اسمها دي بلوك، اللي في النص بالظبط، the middle of periodic table is called دي بلوك، اسمها دي بلوك. واخر حاجه اللانسنايتس فاكرين اللانسنايتس والاكتينايتس اللي تحت خالص، اللانسنايتس والاكتينايتس اللي تحت خالص دول اسمهم ايه؟ اسمهم اف بلوك. اسمهم اف بلوك. يبقى انا عندي اس ماشي وبي ودي واف ماشي، الايه هما الايه كل جزء ده كده بيبقى ليه بلوك، ايه البلوك بتاعه. طيب تعالى نمسك احنا البلوكس دي بالتفصيل ونبتدي ان احنا ندرسها. اولا the element in periodic table، المودرن periodic table، الاليمنتس في المودرن periodic table classified into four blocks، متقسمة لأربع بلوكات S, B, D, F، متقسمة للA للS والB والD والA والF. تعالى نمسك الA الS بلوك. الS بلوك ده أول بلوك وبيبقى موجود في left side of periodic table، ده عبارة عن S بلوك، اسمه S بلوك، وده أول two groups اللي هما اللي على الشمال خالص. احنا قلنا إن they are located on left side of periodic A of periodic table، اللي على الشمال دول هم الأول واحد وتاني واحد، اللي هم على الشمال دول اسمهم 1A و2A، هنفهم الكلام ده بعدين. بس الاس بلوك هم اول اتنين على الشمال خالص، دول اسمهم ايه؟ اسمهم اس بلوك، ودول ليهم صفات كده ايه زي بعض يعتبر. البلوك التانية اسمها بي بلوك، يبقى اول واحده احنا قلنا موجوده في الليفت سايد وفيها تو جروبس 1A و2A. البلوك اللي بعد كده اسمه بي بلوك. البي بلوك موجود في الرايت سايد، موجود في الجزء اللي على اليمين ماشي. ولو تاخد بالك البي بلوك متقسم ل 6 جروبس، يعني الجزء اللي على الشمال ده هو ده الايه، هو ده البي بلوك. في ايه بقى؟ في كام جروب؟ ادي جروب رقم واحد، ادي اول جروب ماشي، والجروب الثاني خلاص، والثالث وهكذا. في 6 ايه، في 6 جروبس وكلهم موجودين في الرايت سايد اوف بريودك ايه، بريودك تيبل، كلهم موجودين في الايه الرايت سايد. والجروبس دي بتتسمى من اول 3A 4A 5A 6A 7A and 0 group طبعا، اللي في الاخر خالص اسمه 0 group. يبقى الجروبس دي موجوده في الرايت سايد واساميهم، وموجودين في 6 جروبس واساميهم ايه؟ اساميهم من اول 3A لحد 7A بالاضافه الى 0A بالاضافه الى 0 group ماشي. طيب الجروب اللي بعد كده او البلوك اللي بعد كده هو الدي بلوك. الدي بلوك هو الايه، هو البلوك اللي في النص بالظبط، وده arranged in 8 groups، متقسم لايه؟ ل 8 groups خلاص. ال 8 groups ايه هم؟ 3b 4b 5b 6b 7b 8b 8 and 1b و2b. يعني كل البي تبع الدي بلوك، كل البي تبع الايه؟ تبع الدي بلوك. واهم معلومه يمكن في الدرس كله واللي بتيجي دايما في الامتحانات، ان الدي بلوك بنسميها ترانزيشن اليمنت او ترانزيشنال اليمنت. الترانزيشنال اليمنتس او الترانزيشن اليمنتس دي اليمنتس كده اسمها العناصر الانتقاليه، وهنتكلم عنها بعدين مش الوقت، بس المعلومه نفسها لازم تكون عارفها دلوقتي ان اسمها ايه، ترانزيشن اليمنتس خلاص. ودايما بتبدا من اول بيريد 4، يعني انت لو رحت شفت الدي بلوك هتلاقي ان الدي بلوك بتبدا من اول ايه، من اول الايه، من اول البلوك، من اول سوري البيريود نمبر 4 من اول هنا يعني ماشي، من اول هنا. طيب واخر حاجه الاف بلوك دي بتتكون من، طبعا دي موجوده بلو ذا بيريودك تيبل، موجوده تحت البيريودك تيبل، وبتتكون او انكلود لانثنايتس اند اكتينايتس،
بتتكون من اللانسنايتس والاكتينايتس، خلاص؟ اللي هو احنا قلنا الاف بلوك دي اللي تحت ايه، اللي تحت خالص، اللي الجزء اللي تحت ايه، اللي تحت خالص اللي بالازرق ده، ماشي؟ طيب ده شكل البريدك تيبل. اظن لو انت معاك كتاب المدرسه او لو معاك اي كتاب خارجي هتلاقي فيه الرسمه دي. وبيقول لك ايه، ان اللي على اليمين، اللي على الشمال خالص ده الاس بلوك، اللي على اليمين خالص هو البي بلوك، اللي في النص هو الدي بلوك، واللي تحت خالص 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 هو الاف بلوك اللي هي اللانسنايتس والاكتينايتس، ماشي؟ ده شكله. والالوان دي كمان، الالوان دي مهمه عشان هنعرفها بعد كده، خلاص هنحتاجها بعد كده يعني. طيب ده كده بالنسبه للبلوكس، وهتقعد تحفظهم بالترتيب. How to locate position of an element in modern periodic table. انت يا مستر لسه قايل لنا ان ده تيبل فيه 118 element، والالمنتس دي كلها مختلفه عن بعضها، وانا ما اعرفش ازاي ان انا احط الاليمنت او يعني اعمل لوكيت للايه الاليمنت جوه المودرن بيريديك تيبل. ازاي ان انا اقدر اعمل لوكيشن، ازاي ان انا احط الاليمنت في مكانه الصح. الجدول مثلا لو قدامي بالشكل ده، فانا دلوقتي عندي مثلا الاليمنت ده، ازاي اعرف ده اسمه ايه وده اسمه ايه وده اسمه ايه، وازاي لو انا معايا اليمنت اروح احطه في مكانه الصح، هل هما مترتبين بشكل عشوائي ولا مترتبين بشكل مفصل؟ طبعا هما مش مترتبين بشكل عشوائي ولا حاجة، هما مترتبين بشكل مفصل جدا وبطريقة محددة بالظبط. علشان تعرف تحط بالظبط الاليمنت في مكانه الصح، لازم نرجع نراجع حاجة كده مع بعض، وأرجوكوا تصحصحوا معايا وتطولوا بالكوا في الحتة دي. لما انا اجي اكتب لك مثلا عنصر زي ال N7، فانا كده بكتب لك ايه، بكتب لك رمز الاليمنت ده، وبكتب لك الاتوميك نمبر بتاعه اللي تحت ده اسمه اتوميك، ماشي؟ اتوميك ايه، اتوميك نمبر. طيب ده دلوقتي كده اليمنت اسمه نيتروجين، وانا عندي جدول كبير جدا. في حاجة زمان خدناها اسمها configuration. configuration ده مقصود بيه ايه؟ الconfiguration ده مقصود انك تقول لي شكل الاتوم ده ايه؟ يعني تروح تمسك السيفن الكترونز دول وتروح تعمل لهم configuration جوه الاتوم. فكنا لما بنيجي نرسم بنعمل دايرة كده، الدايرة دي هي النيوكليوس، ونبتدي نمسك اول energy level. رقم 7 اللي مكتوب ده بيشاور على النمبر اوف الكترونز، عدد الالكترونات. واحنا اتكلمنا على ان في حاجه اسمها انرجي ليفلز، فاكرين الانرجي ليفلز؟ كان عدد الانرجي ليفلز كام؟ 7. وانا لما كنت باجي عندي رقم معين، رقم 7 ده مثلا اللي بالصدفه 7 هو كمان، عاوز احط الالكترونات دي جوه الاتوم، فكنت بروح لاول انرجي ليفل اللي اسمه كي، فاكرين؟ كنت بسال نفسي الكي ده بيتملي بكام الكترون، فكنت بيتملي ب 2 الكترون اونلي. تقدر تحط جوه جوه اول انرجي ليفل ده 2 الكترون اونلي. طيب انا هنا حطيت 2 الكترون بس من ال 7، ما ينفعش ان انا احط السبعه كلهم مع بعض، فخدت 2 حطيتهم في اول انرجي ليفل. طب فاضل لي كام من ال 7؟ هو كلهم 7 على بعض، فاضل لي 2، فهروح هاخد ال 2 دي، سوري فاضل لي 5، هروح اخد ال 5 واحطها في الانرجي ليفل اللي بعده اللي هو اسمه L. فالشكل اللي قدامك ده هو شكل الاتوم بعد ما انا عملت لها كونفيجريشن. يعني اكزامبل تاني، اكزامبل تاني عشان الموضوع ما يبقاش صعب عليكم. لو انا رحت خدت مثلا اليمنت زي مين؟ زي مثلا الاكسجين 8. ال 8 دي مقصود بيها النمبر اوف الكترونز اللي انا عاوز اعمل له كونفيجريشن. فكنت بروح هنا على جنب كده واكتب ايه؟ واكتب اول انرجي ليفل 2 اللي هو الكي. كده انا خدت كام من ال 8؟ خدت 2، صح؟ فاضل كام من ال 8؟ فاضل 6. فبروح في تاني انرجي ليفل اللي بعده بكتب ايه؟ بكتب 6. كده دول الايه؟ ده ال 8، دول الايه؟ ده ال 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 بايه؟ يقدر يشيل لحد 8، فهحط جواه الايه؟ ال 6. لو انا جيت مثلا بصيت لي اليمنت تاني زي النيون ان اي مثلا، ان اي 10، ال 10 اللي مكتوبه دي هي النمبر اللي انا ايه اللي انا هوزعه، هعمل له ايه كونفيجريشن. فباجي هنا
واعمل الاتوم كده واكتب هنا 2 خلاص، وبعمل ايه، خدت كام من ال 10 كده، خدت كده ايه، خدت كده 2 فاضل لي 8 بحطهم هنا، وده كده الكي وده كده ال. طيب لو جيت اعمل اليمنت تاني مثلا زي ايه، زي الصوديوم ان اي، ان اي 11، فباجي على الاتوم بتاعتي اهي بحط 2 فاضل لي كام، فاضل لي 9. ما ينفعش طبعا انا خدت 2 من ال 11 ها، فاضل لي كام بقى، فاضل لي 9. ما ينفعش احط هنا 9 كده غلط، ليه؟ لان ذا سكند انرجي ليفل كانت كاري مور ذان 8 الكترونز، فاحط هنا ايه، احط هنا 8 فاضل لي كده كام، انا كده خدت 2 و8 دول 10 فاضل لي 1، فاقوم احط الواحد اللي في الايه، في اللي بعده، يبقى ده اسمه كي ال ام. ابتدي انت بقى اقعد ايه اتدرب عليهم في الامتحان في البيت، اول واحد بياخد 2 والتاني بياخد 8 وكمل على كده ماشي. طيب ده اسمه ايه، الكترونيك كونفيجريشن. احنا بنتعلمه ليه؟ بنتعلمه تو ليرن، عشان نتعلم هاو تو لوكيت ذا بوزيشن اوف ان اليمنت ان مودرن بيريودك تيبل، ازاي ان احنا نحط الايه الاليمنت ده في المودرن بيريودك تيبل. وي اتس بوسيبل تو ديتيرماين ذا لوكيشن اوف اليمنت اوف جروب اي ان مودرن بيريودك تيبل باي نوينج ذا اتوميك نمبر. لو احنا عرفنا، لو احنا عرفنا نعمل كونفيجريشن بالشكل ده، احنا دلوقتي لما انا جيت ابص مثلا على اليمنت زي ده، لما انا عملت للان اي، الان اي لو انا سالت نفسي اخر انرجي ليفل في كام الكترون، في 1. هشرح لكم واحد تاني عشان يبقى الموضوع اسهل بكتير. بصوا يا شباب، لو انا جيت عملت الام جي ماشي هنا كده، لو انا جيت عملت الام جي، اعمل لكم بقى مثلا بلون مختلف شويه عشان يبقى واضح، مثلا ام جي ال ام جي ده احنا اتفقنا ان احنا الرقم ده هو اللي هنعمله كونفيجريشن. لو جيت هنا قمت هقول لك ايه، هيبقى 2، خليك معايا، انا خدت كده كام من 12، 2 فاضل لي 10، هل ينفع احط ال 10 هنا؟ ما ينفعش، لازم احط 8 بس لان هو بيتملي ب 8 كده، دول 10 وفاضل لي كام من 12، فاضل لي 2، فبروح احط ال 2 في اللي بعده. اللي انا عملته ده اسمه ايه، الكترونيك كونفيجريشن، ده الليفل نمبر كي، ده ال، ده ام، صح ولا لا؟ طيب 282 ده الكونفيجريشن بتاع الام جي اللي اسمه ماجنيزيوم. لازم تسال نفسك سؤالين، السؤال الاول هو في كام الكترون في الاوتر موست انرجي ليفل، اللي بره ده اسمه اوتر موست انرجي ليفل، ده اخر انرجي ليفل، في كام الكترون في الاوتر موست انرجي ليفل، في 2. طيب عدد الانرجي ليفلز كام، نمبر اوف انرجي ليفلز كام، النمبر اوف انرجي ليفلز ايكوال 3 خلاص. طيب وزي ما قلنا قبل كده ان number of outermost energy levels is 2، يبقى انا لما بعمل configuration لحاجة بسأل نفس السؤالين، هو في كام في الاخر خالص، كام واحد في الاخر خالص، وفي كام energy level اصلا، هما كام واحد. تعال ناخد ايه example تاني، ده مهم جدا اللي انا بشرحه ده، خلي بالك يعني، كبر لكم الخط شوية كده عشان ايه تبقى الدنيا لذيذة. نعمل configuration لمين، نعمل configuration للألمنيوم مثلا خلاص، هو في الامتحان بقى بيجي يكتب لك كده الومنيوم ويكتب لك ايه 13. طيب الالومنيوم ده 13، اجي ادي اهو اول انرجي ليفل اللي هو اسمه كي، حطيت فيه 2، وتاني واحد 8 اللي هو ال، ما انا باخد من هنا، وفاضل لي كده 3 بروح احطهم في اخر واحد. طبعا هتسالني ليه ما حطيتش هنا، لان ده ما يقدرش يشيل اكتر من 8، يعني في واحد يسالني يقول لي ليه ما حطيتش ال10 هنا، ما يقدرش يشيل اكتر من 8، كانت كاري مور ذان 8 الكترونز. طيب كده انا عملت configuration 282 283، الانرجي ليفل الاخير اللي اسمه ام ده في كام، اول سؤال، السؤال نمبر 1 outer most ماشي energy level في كام الكترون، في 3 خلاص. طيب السؤال الثاني بسأل نفسي number of مثلا، طبعا انا بكتب بس الخط وحش بالماوس فمش مشكلة معلش بقى، number of energy level، عدد الانرجي ليفلز نفسها، ادي 1 2 3 صح، يبقوا ايه equal كام 3، يبقى فيه في الاوتر موست انرجي ليفل 3 electrons وعدد 3. بص بقى يا كابتن،
لو انت قدرت تعرف النمبر اوف اوتر موست انرجي ليفل الكترونز، العدد اللي بره خالص، فالعدد اللي بره خالص ده هو بيعرفك النمبر اوف جروب. يبقى ذا اليمنت جروب، لو انت عاوز تعرف الجروب كام، فالجروب ده بتعرفه عن طريق انك تعرف هو فيه كام الكترون في الاخر خالص، نمبر اوف الكترون اوتر موست انرجي ليفل. يعني لو رجعت للرسمه اللي انا كنت راسمها، الالومنيوم ده عنده كام؟ عنده 3 الكترونز في الاوتر موست انرجي ليفل، ده كده الجروب، يبقى هو في جروب نمبر 3. يبقى هو في جروب نمبر ايه؟ 3. ما هو انا علشان اعمل لوكيشن، علشان اقدر احط اليمنت جوه البريودك تيبل، لازم اعرف البريود بتاعته ايه والجروب بتاعه ايه. فعلشان تعرف الجروب، اعرف لي هو في كام في الاخر. هو في 3 في الاخر، يبقى هو في جروب نمبر 3. هو في 4 في الاخر، يبقى مثلا ايه فوق جروب نمبر 4. في 5 يبقى 5. طيب ولو قدرت تعرف النمبر اوف انرجي ليفلز، عدد الانرجي ليفلز، انت كده عرفت هو في بريود نمبر كام. يبقى لو قدرت تعرف هو عدد الانرجي ليفلز كام، هتقدر تعرف البريود. ولو قدرت تعرف الاوتر موست انرجي ليفل الكترونز، هتقدر تعرف الجروب. تعال ناخد اكزامبل. الاكزامبل بتاعنا اول واحد الهيدروجن. في الهيدروجن الرمز بتاعه هيدروجن 1. طب هيدروجن 1 ده لو انا جيت اعمل له كونفيجريشن زي ما اتعلمنا، سيبك من اللي جوه النيوكليس دي بقى، مش مهم تكتبها يعني. اول حاجه الاي الكي او الانرجي ليفل الاولاني اسمه كي. هو الاليمنت ده في كام الكترون؟ ده في واحد بس، فانا هحطه في اول انرجي ليفل. كده the number of energy levels occupied with electrons، عدد الانرجي ليفلز كام انرجي ليفل؟ واحد بس، صح ولا لا؟ يبقى هو في بيريود نمبر كام؟ هو في بيريود نمبر 1. طيب في الاوتر موست انرجي ليفل، في اخر انرجي ليفل في كام الكترون؟ ما هو اصلا واحد، فهو في واحد يعني، فاهمين الفكره؟ هو ده اخر مستوى، هو ده اخر انرجي ليفل، فبرضه the outer most energy level contain 1 electron، وبالتالي هو contain، هو موجود في جروب 1 اي. موجود في جروب رقم كام؟ في جروب 1 اي. احنا بنحط كده، هو احنا عرفنا الجروب عن طريق اللي ايه الالكترونات اللي موجوده في اخر انرجي ليفل. تعال ناخد اليمنت اصعب شويه. تعال ناخد الاليمنت اللي اسمه فوسفرس. الفوسفرس ده اسمه بي 15. تعال نعمل كونفيجريشن للبي 15. اولا انا برسم النيوكليس وبحط بلس 15 جوه كده، ولو مش عايز تكتبها ما تكتبهاش. المهم باخد اول انرجي ليفل اللي هو ايه، يتملي بكام؟ هما 15، هما كلهم على بعض 15، فاول واحد هياخد 2 صح ولا لا؟ وتاني واحد ياخد 8، كده دول 10. فاضل كام من ال 15؟ فاضل ايه 5، بحطه في الاخر. احنا طبعا اتعلمنا ده، اول واحد بيشيل 2 وتاني واحد بيشيل 8، لو لسه عندك بتحطه في اللي بعده. ده كي ال ام. طيب السؤال الاول، في كام انرجي ليفل؟ ادي 1 2 3. في كام اذا نمبر اوف انرجي ليفل اوكوبايد ويز الكترونز؟ 3. في 3. طيب يبقى كده هو في جروب رقم، في بيريود رقم كام؟ في بيريود نمبر 3. يبقى عدد الانرجي ليفل هو عدد البيريود، هما هنا 3، فهو في بيريود نمبر 3. ماشي يا شباب؟ طيب في كام الكترون في الاوتر موست انرجي ليفل؟ 5. يبقى هو في جروب رقم كام؟ في 5 ايه. ما دام عرفت العدد اللي بره خالص، ذا اوتر موست انرجي ليفل كونتين طبعا 5 الكترونز، فالاي اليمنت از لوكيتد ان 5 ايه. يبقى فوسفرس اليمنت از لوكيتد ان بيريود 3. بيريود 3 ليه يا مستر؟ بيريود 3 عشان هما 3 انرجي ليفل، وموجود في جروب 5 ايه علشان اخر واحد في 5. ليش معنى 5 ايه يا مستر؟ ما هو بص، احنا بناخد الرقم ده بيعرفنا رقم الجروب وبحط جنبه ايه. وفعلا لو انا رحت البريود نمبر 3 وجروب نمبر 5 ايه، هلاقيه. طيب نقدر نلخص اللي احنا قلناه ده from the previous explanation، من الشرح اللي فات ده. نقدر نقول ان احنا عندنا حاجة اسمها جروب وحاجة اسمها بريود. الاليمنت اللي في نفس الجروب، الاليمنت اللي في نفس الجروب they are similar in the number of outermost energy levels، يعني متشابهين في عدد الالكترونات اللي موجودة في آخر energy level، لأن احنا أصلا بنحدد الجروب عن طريق الـ number of outermost energy levels. وthey are different in number of a of energy levels occupied، يعني مختلفين في الايه، في النمبر اوف انرجي ليفلز. انما لو جيت للبريود، فالبريود كلهم متشابهين في النمبر اوف a اوف، هما اولا different في الاوتر موست الكترونز، so they differ in their chemical properties، وthey are similar متشابهين
in the number of energy levels occupied by electrons. متشابهين في ال number of energy levels. يعني انت تقدر تلخصها كده ان دول similar في ال outermost electrons, دول different. دول different في ال number of A of energy levels, دول A similar في ال number of energy levels. ده كده يا شباب lesson number 1 في منهج prep 2. الليسن انا عارف ان هو طويل شويه, ولكن درس سهل على فكره. لما تطبع الملزمه وتقعد تذاكره كويس هتلاقيه ان شاء الله سهل. لينك الملزمه دي هتلاقيها تحت الفيديو على طول, تقدر تحملها وتشتغل منها او تطبعها من اي مكان. بتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق. كنت معاكم مستر احمد الباشا. باي باي.